اسمي دي أحمد البشي. أنا ذو خانة كسيدة شي 25 سنة ذو خانة كسيدة ترك العروي دولي ذو خانة كسيدة تخليني الزجاج بالعينين ديت هكا من يدي هكا شنا 4 ساعة أنا قرأت جديدين تخليني الزجاج بالعينين عرس كرسي في الزجاج فهمت؟ هو تمن يديني ذو خانة كسيدة دابا ولودي غيعاونن ما خدامش غير مريح غير مريح ودابا شكون يعاوني غير مريح المعاونين والو دابا كنطلب من المحسنين مسلمين اللي غيعاوني فهمت دابا الدار ما عندي عندي غير واحد البنت واحد الولد راه خدنا الولد شختي كحرقه كلاوي البنت من جوج سنوان عندي خوتي حتى واحد ما يعاوني ما يجيش عندي كاع دابا 25 شهر حتى واحد ما جا عندي واخا بقى هذيك الصديق دينا بقى هذيك السيده تغى الوالد عادي يشافني خرج تما اللي مات الوالد والوالده انا تما خني غير وحدي في الدار المراه مات ما عندي حد تما ما عندي حتى واحد كان غير الله كان غير الله خويا زواج خالد كنطلب المحسنين المحسنين غادي يعاوني لله في سبيل الله الحاده ديالي الحديدي كي دايره تقول الحديدي خويا زادي من غيني ولون متوضا ني غادي يبقى خويا محسنين مسلمين شان محسنين مسلمين دعوني بسبيل الله اللي غادي يعاوني يعاوني لك شوف الحاله ديالك كي دايره الحاله كل شيء وفي نعمه بقبول الحياه كل شيء راه خويا فهمت وانت شي طبيب قلت 22 سنه للطبيب 22 يوم بالطبيب ماري شوف العينين قال لك العينين ديالك شوف مو ديك طرك ما عندك مو ما عندك باش تشوف والو باش تتويري والو مو ديك طرك باش نشوف دابا 25 سنة والجيش كان برا صار عاد في الجيش هنا وهنا وهنا ما راهي الرسالة الجيش هنا 25 سنة كان قلع الجيش عاد قلع واحد منا واحد منا جوج راه هنا عاد واحد رانا في مرة يدخل لا لا قالك ما عندك بالرجلو الرجلو ما عندكش قالك ما كان والو الرجلو ما كانش الحقد العين يتوند الطرق صافي العينين قالك ودي صافي هذه خلق الله وهذه دخل في جيتو عندي غير واحدة واحد العينين هذا ما راك في ميك وش يدي هذه اللي كتم الله ما عندي هذه اللي كتم كان شي جوامع تماغي جوامع كيعاوني شان محسن شخص كان بقى دين عيد شلعي شخص كان العيد فات ما بقى نبدا العيد العيد فات شخص كيعطوني العيد شان محسن كيجيبني العيد حتى الدار واحد السيد جابني حتى العيد يقول له تو ما عنديش بعد تو عندي مولع قال لك لا سيدي راه عنده العيد ما يجيبوش اردوا العيد اردوا انا تو ما عندي والو كنطلب من محسن اخويا غير محسن يعاونني جيت خاني كنطلب من محسنين يدي مسلمين يعاوني اختي والحاله ديالك كي داير ما عنديش ما عندي كنطلب من محسن غير يعاوني ما عنديش اخويا ما عندي والو كنطلب غير محسن يعاوني اخويا يمسلمن يعاوني في سبيل الله.